الحقيقة انه احنا حريصين جدا ان احنا نحكي الكواليس، ايه اللي بيحصل ورا الكاميرات، ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، تحديدا من احلى مكان في العالم، من مدينة العالمين الجديدة. في حاجة لفتت نظري جدا جدا الحقيقة، ان احنا السنة دي في الدورة التانية في مهرجان العالمين حريصين جدا ان احنا ندعم، يمكن اتكلمنا في الموضوع ده مع حضراتكم قبل كده، كل الفئات في كل النشاطات الممكنة. يوم 15 أغسطس من أحلى الفعاليات، وهي دوري أبطال الساحل للسيدات. ده دور من أدوارنا في دعم كل الفئات في الرياضة أو في الفن، تحديدا الشباب وتحديدا أكتر السيدات. فكل السيدات الموهوبات هيكونوا موجودين معانا يوم 15 أغسطس في دوري خاص جدا 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 للموهوبات في كرة القدم، وهستناكم كلكم نيجي نروح كلنا نشجع، لأن الحقيقة إنه دي منصة مهمة جدا جدا لاكتشاف المواهب في كرة القدم للسيدات، وللي بيحب يتفرج على كرة القدم للسيدات. الحقيقة أنا شخصيا بشجعهم جدا جدا. كان عندنا كرة السلة للسيدات، والحقيقة أنه في المهرجان زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا منصات كتيرة لدعم كل الشباب تقريبا في كل النشاطات، ده غير المسرح الروماني اللي كل يوم اتنين بيقدم فرق جديدة مصرية، مغنيين جداد من الرابرز والأندرجراوند، في شكل من أشكال الدعم برضو واكتشاف المواهب الجديدة، لأنه دي رسالة مهمة جدا جدا احنا حريصين عليها، أن يكون في منصة دائمة في المهرجان لاكتشاف أي موهبة جديدة في أي مكان. ودي يمكن أنا بشوف إن هي من أحلى الحاجات اللي بتتقدم، إنه في مكان للرياضة، في مكان للكورة، كرة القدم للشباب وللنساء، كرة السلة كان فيه للسيدات، وفي طبعا على طول للشباب، غير الفن أو الموسيقى اللي موجودة كل يوم اتنين في المسرح الروماني للفرق المختلفة للأندرجراوند والرابرز. ودايما بقول إن دي رسالة مهمة جدا للمتحدة، اكتشاف المواهب الجديدة في كل المجالات وكل الفئات، دي من أهم وأبرز رسائل المتحدة الحقيقة اللي بتدعمها المهرجان في نسختها التانية بكل الأشكال. والحقيقة ان احنا دايما كل ما هو متعلق بالنشاطات أو الرياضات الجديدة بنسلط الضوء عليه، وبنعزم كل الناس، عايزين كل الناس تيجي من كل المحافظات يا تتفرج يا تشارك، دي بتبقى منصة مهمة جدا 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 لينا، وأكيد لكل الموهوبين اللي حابين يكونوا معانا. امبارح بقى كان يوم لذيذ جدا جدا، من أهم الوزارات الحقيقة اللي عاملة مع مهرجان العالمين وعاملة معانا شغل على الأرض، دايما بقول إن شغلهم جامد جدا. امبارح حتى يعني يوم علي الوزير موجود في الجولة، وزير الثقافة دكتور أحمد فؤاد عنه كان في جولة مع أستاذ عمرو الفقي رئيس التنفيذي للشركة المتحدة في مدينة العالمين، واللي جه مدينة العالمين وحضر اي فعاليه من فعاليات المهرجان هيلاقي انه كل ما يتمشى في حته هيكون في فرقه لوزاره الثقافه بتعمل عرض او استعراض ما، يعني هم جزء او شكلوا جزء من الكرنفال المفتوح اللي انا دايما كنت بتكلم عنه في مهرجان العالمين او في مدينه العالمين، يعني يا فرق استعراض فولكلور موجوده في المدينه، موجوده على الممشى وموجوده جوه في المنطقه الشاطئيه، اصل احنا على يمنا بالظبط المنطقه الشاطئية، فدايما بشاور ان هي موجودة هنا في المنطقة الشاطئية، يا اما فرقة السيرك يا اما فرقة استعراضية فولكلور مختلف لكل محافظات او يعني ثقافات ومحافظات الجمهورية، موجودة ضمن فعاليات وزارة الثقافة اللي بتقدمها بالمشاركة مع مهرجان العالمين، علشان الروح دي تفضل مستمرة، وعلشان كل ما تمشي في شارع من شوارع مدينة العالمين تشوف الكرنفال المفتوح ده موجود في كل حتة. والحقيقة انهم عاملين شغل جامد جدا جدا بالمشاركة مع إدارة المهرجان في دورته التانية، وانا دايما بقول كده هم عملوا الحالة دي والروح دي، موجودين في كل حتة، موسيقى في كل حتة، غنى في كل حتة، يعني ألعاب ترفيهية في كل حتة، وده جزء مهم قوي قوي من الفكرة العامة، من الصورة العامة لمهرجان العالمين في نسخته التانية. امبارح كان في جولة لوزير الثقافة والأستاذ عمرو الفقي في مدينة العالمين،
العالمين في معرض خاص لوزارة الثقافة، وبعدين يعني جولة هون هنا جينا الشاطئ العام. الحقيقة كانت في لفتة لطيفة جدا جدا في أهل مصر، دي من أبرز نشاطات وزارة الثقافة، في فتيات أهل مصر. الحقيقة إن الوزارة في تحت المسمى ده بتدعم الفتيات من المحافظات الحدودية، مطروح بقى، البحر الأحمر، حلايب، شمال وجنوب سيناء. وامبارح كان في بتهيألي أكتر من 100 فتاة من محافظات حدودية مختلفة جم وحضروا الفعاليات وحضروا جولة الوزير، وكانوا موجودين هنا في الشاطئ العام. وبعد ما خلصنا الجولة رحنا المسرح الروماني في عرض مبهر وكلاسيكي ودائم لليلة الكبيرة، وكان في تصريحات مهمة جدا جدا لوزارة الثقافة والوزير خلال المؤتمر الصحفي امبارح عن المستقبل وعن ايه الجديد واللي بتقدمه وزارة الثقافة، لأن الحقيقة ان الوزارة ليها دور مهم جدا جدا في عملية الوعي وفي عملية خلق ونشر الوعي، وحقيقة ان هو عنده رؤية لمستقبل العملية دي وقصور الثقافة في كل حتة. دي يعني لو اقول لحضراتكم قد ايه هي مهمة، فكانت جولة لطيفة جدا، خصوصا الفتيات، فتيات اهل مصر اللي كانوا موجودين ومشرفينا ومنورينا. بتبقى دايما فعاليات حلوة جدا لما بنستقبل ناس من كل محافظات الجمهورية، بيبقوا معانا هنا يوم في مدينة العالمين ويوم على هامش مهرجان العالمين في نسخته الثانية.